I want to speak about this relation between this USA government and this Iranian government about this hostage. I want to say if this US government attack the Iranian government of Iran, of this country of Iran, it will be a war, Islamic war against of the America. America must think about this subject. I want to say this, not only this country in this Middle East take this position against the America, but all country of Islam take position against of the America. Okay. Je voulais te dire, en cas d'attaquer le gouvernement américain, l'Iran, il faut qu'il sache que tous les pays musulmans seront contre lui et peut-être qu'il annonce une guerre sainte contre lui. نريد أن نعلن في حالة هجوم أمريكي على إيران فستكون هناك حرب شاملة بين الدول بين البلاد الإسلامية وبين أمريكا لأن البلاد الإسلامية والمسلمون لا يقفون مكتوف الأيدي أمام هذا الاعتداء هذا شيء يجب أن يعرفه الأمريكان الحرب لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط بل إنها تتعدى وتجاوز هذه البلاد وقد تصل إلى كل البلاد الإسلامية التي لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاعتداء من الخلاف الموجود الآن بين الدولة الأمريكية وبين الدولة الإيرانية إنما هو خلاف بين الحكومة الأمريكية والشعب الإيراني لأن ما حدث في إيران إنما هو تعبير وتجسيد لإرادة الشعب الإيراني الذي طالما رأى وصبر على المظالم الأمريكية التي كانت تعمل هناك على يد الشاه على يد صنيعهم وعميلهم وكلنا نعلم أن الإجرام الذي ارتكبه الشاه في إيران طيلة 25 عاما إنما كان بأسلحة أمريكية وبسياسة أمريكية فإن ما يحدث اليوم في إيران إنما هو تنفيس وإنما هو تعبير عن تلك المشاعر العدائية التي هي موجودة لدى الشعب الإيراني بالنسبة إلى المظالم الأمريكية التي كانت تتجسد على يد الشاه فإذا الصراع ليس بين الحكومة الإيرانية والحكومة الأمريكية وإنما هو صراع بين الشعب الإيراني والحكومة الأمريكية وهذا موقف خطير فإذا القضية لا تقتصر على أن تحل بين حكومتين وإنما القضية يجب أن تحل بين الحكومة الإيرانية وبين الشعب الإيراني والشعب الإيراني لا ولن يمكن أن يقبل بحل ما دام الشاه هناك في الولايات المتحدة معززا مكرما وتحتفل الأمريكان به ما مدى اهتمامكم بجنوب لبنان وما رأيكم بالمتطوعين الذين يعتزمون على الوصول إلى جنوب لبنان والمتوقع أن يصلوا في وقت قريب في الحقيقة قضية جنوب لبنان تشغل بال الشعب الإيراني كجزء من قضية تحرير فلسطين وكلنا نعرف مدى اهتمام الشعب الإيراني بقضية فلسطين وتحرير فلسطين وأن الشعب الإيراني يرى نفسه مساهما في كل ما يمكن أن يتم بصلة إلى تحرير الأراضي المقدسة موضوع إرسال المتطوعين إلى الجنوب في عقيدتي أنه شعور بهذه المساهمة ولكن هل أن هذا يتحقق أو لا يتحقق هذا شيء آخر لا أستطيع أن أقول بأن هذه الفكرة قد تتحقق في القريب العاجل لأن هناك صعوبات دولية وداخلية ومحلية قد تمنع دون الوصول إلى هذه الغاية ولكن المهم أن هذا شعور عن مدى
ما تتمتع به الشعب الإيراني من إرادة قوية نحو قضايا قضية فلسطين وقضية الجنوب طبعا لأنهما قضيتان مرتبطتان. والله التوقعات كثيرة، المشاكل كثيرة أيضا، ولكن أهم المشاكل التي تواجهها الأمة الإيرانية هي المشاكل الاقتصادية، وهذه المشاكل يجب أن تحل. وهناك طبعا أيضا مشاكل سياسية نعرفها، وأعتقد أن هذه المشاكل السياسية أيضا يجب أن تحل عن طريق الديمقراطية الحقيقية الواقعية.